اهلا بيكم كيدي تو، معاكم ميس نجلاء من مدرسه فيوتشر باينيرز، والنهارده حرف جديد من حروف اللغه العربيه. حرفنا النهارده اسمه كاف، اسمه كاف، حرف رقيق صوته رقيق، صوته ك، صوته ك. اسمي كاف، صوتي ك، شكلي عصاية نازلة عالي السطح، ماشية ماشية وليها سنة جواها كاف صغيرة. ايه هي الكاف الصغيرة؟ الكاف اللي بتكون في أول الكلمة هي اللي بنكتبها جوه، بس بيكون حجمها صغير. هنتعالوا نشوف هنكتبها ازاي. أصحابي شكله في أول الكلمة، وشكله في وسط الكلمة، وشكله في آخر الكلمة ازاي؟ في أول الكلمة شكله مختلف شوية، يعني أنا باخد الكاف الصغيرة اللي جواه واكتبها في أول الكلمة. تعالوا نشوف شكلها ازاي. شرطة طايرة، شرطة مايلة، فردة ايديها على السطر. تاني، شرطة طايرة، شرطة مايلة، فردة ايديها على السطر. طيب زي كلمة ايه؟ زي كلمة كرسي، زي كلمة كرسي. كاف في أول الكلمة، تيجي نكتب كلمة كرسي. يلا، كاف شرطة طايرة، شرطة مايلة، فردة ايديها على السطر وعليها الضمة. كر حرف الراء وبعدين حرف السين ومد بالياء، كرسي. طيب الكاف وسط الكلمة هتمسك الحرف اللي قبلها وهتمسك الحرف اللي بعدها. طيب هنكتبها زي ما احنا عارفين شكلها؟ لا، حرف الكاف في أول وسط الكلمة بتكون هي الكاف الصغيرة اللي جوه الكاف الكبيرة، اللي هي ايه أصحابي؟ شرطة طايرة، شرطة مايلة، فردة ايديها على السطر. وحرف الكاف هتمسك الحرف اللي قبلها وتمسك الحرف اللي بعدها، زي ما خدنا في كلمة سمكة، سين ميم. طب الكاف هنا هعملها ازاي؟ عصاية وفردة ايديها وليها سنة وجواها الكاف الصغيرة؟ لا، الكاف الصغيرة، الكاف وسط الكلمة بكتب الكاف الصغيرة اللي هي ايه؟ شرطة طايرة، شرطة مايلة، وفردة ايديها. طيب امتى بكتب الكاف اللي جواها الكاف الصغيرة؟ في اخر الكلمة. امتى بكتب الكاف دي؟ بكتبها في اخر الكلمة، زي كلمة ديك، زي كلمة ديك. ك ك ك يلا، دال مد بالياء الكاف. طيب بكتبها ازاي يا اصحابي؟ عصاية نازلة عالي السطح، ماشية ماشية وليها سنة وجواها الكاف الصغيرة. بقف جنب العصاية الطويلة واقف اعمل ايه؟ شرطة طايرة، شرطة مايلة، فردة ايديها، شاطرين. حرف يا أصحابي مع الأصوات القصيرة صوته هيتغير. ك فتحة، ك ك ك، زي كلمة ك ك كلب، كلب. تعالوا نكتب مع بعض كلمة كلب. كاف فتحة، طب قلنا الكاف في أول الكلام هنكتبها ازاي؟ شرطة طايرة، شرطة مايلة، فردة ايديها. كل حرف اللام وسط الكلمة هيعمل ايه؟ هيفرد ايده الاتنين. كلب ب ب، حرف الباء هيرجع لأصله. طيب حرف الكاف مع الضمة صوته ايه؟ كو، كو، حاجة كلنا بنحبها وبنحب نلعب بيها. كرة، كرة، كو كو كرة. يلا نكتب حرف الكاف، شاطرين. حرف الكاف في أول الكلمة هيفرد إيده، شرطة طايرة، شرطة مايلة، فردة إيديها وعليها الضمة. كو كو كر ر ر كو را، أحسنتم. كرة، كو ر ر ه ه، تاء مربوطة، كو ر. كاف كسرة يا أصحابي. كي، كي، كي كتاب، كي، كي كتاب. يلا نعمل السطر ونكتب حروف كلمة كتاب. كاف في أول الكلمة، شرطة طايرة، شرطة مايلة، فردة إيديها وتحتيها الكسرة. كي، كي، ت، ت، حرف التاء. طيب لما بنيجي ننطق كلمة كتاب، هنا صوت التاء صوت قصير ولا صوت طويل؟ كي، تاء، تاء، صوت طويل، يبقى في مد بالإيه؟ مد بالألف. كتاب، ب، ب، حرف الباء.
كاف كسر كتاب. السكون لما بتقف على حرف الكاف صوتها ايه؟ لازم ننطقها مع الحرف اللي قبلها، زي كلمة ايه يا أصحابي كلنا بنذاكر عليه اسمه ايه؟ مكتب، مكتب. تيجي نكتب كلمة مكتب، م صوت حرف الميم في أول الكلمة، هتفرد إيديها بعد صوت الميم، مك صوت الكاف، شرطة طايرة، شرطة مايلة، فرد إيديها عشان جت في وسط الكلمة، مك ت ت ت حرف التاء وهيفرد إيده، مكتب ب. الباء في حرف تاني بعدها؟ لا، يبقى هترجع لأصلها. الأصوات الطويلة يا أصحابي مع حرف الكاف، المد بالألف بيحب الفتحة، يبقى الكاف هيكون عليها فتحة، كا كا كا، زي كلمة كاتب، كاتب. يعني إيه كاتب؟ يعني اللي بيكتب القصة اللي إحنا بنقرأها، اللي بيكتب الكتاب اللي إحنا بنقرأه. طيب هنا الصورة دي عندنا صورة كاتب اسمه نجيب محفوظ، كاتب ده بيكتب قصص وروايات اللي احنا بنقرأها وبنتفرج عليها في التلفزيون. هنا الكاتب ده بيكتب ايه؟ بيبقى كاتب بيكتب ايه يا أصحابي؟ يكتب قصص، يكتب قصص. كاتب، يبقى كاف فتحة مد بالألف، كاتب. كاف كسرة، كي كي. هنا كلمة كيس، طبعا هنا اللي هي ايه؟ اللي ماما لما بننزل نشتري حاجات بنحط فيها الحاجات اللي احنا بنشتريها، اسمه ايه؟ كي، كيس، كيس. كاف كسرة مد بالياء، كي، كيس. طيب كاف ضمة مد بالواو، كو، كو، زي كلمة كوب، كوب. الكوب اللي احنا بنشرب فيه العصير، يبقى تاني كا، كي، كو، كا، كا، كاتب، كي، كي، كيس، كو، كو، كوب. دلوقتي حلل إلى حروف، إزاي أحلل كلمة كلب؟ الكاف بقى هنا في أول الكلمة فرد أديها. طيب حرف الكاف نخلي بالنا لما بيرجع لأصله لازم أرجعه لشكله الأساسي اللي هو إيه أصحابي؟ شرطة طايرة؟ لا يا ميس نجلاء، هنعمل عصاية نازلة عال السطح، ماشية ماشية وليها سنة وجواها كاف صغيرة، وحرف اللام عصاية طويلة وطبق كبير تحت السطح، حرف الباء رافع ايده الاتنين وتحتيه نقطة. كلمة كوب احسنتم، الكاف هترجع لأصلها. طيب أصلها ايه يا أصحابي؟ عصاية نازلة عال السطح، ماشية ماشية وليها سنة وجواها ايه؟ كاف صغيرة، شرطة مايلة، شرطة طايرة، شرطة طايرة، شرطة مايلة، فرد ايديها. حرف الواو دايرة متزحلقة تحت السطر، وحرف الباء رافع ايده الاتنين اللي فوق وتحتين نقطة. وبكده نكون خلصنا حرف الكاف، واشوفكم ان شاء الله في حرف جديد.